السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار الرئيسة من قناتكم السعودية. هذه هي العناوين. قمة مستقبل الاستثمار تؤكد الدور المؤثر للمملكة في مستقبل أفضل الاقتصاد العالمي. المملكة تفوز بالإجماع لتمثيل المجموعة العربية في مجلس منظمة الإيكاو. وزارة الصحة تحذر من أمراض رئوية ناتجة عن موجات الغبار. وفي نشرتنا أيضا، وبعد انتشاره في عدة دول أوروبية، الصحة العالمية تعقد اجتماعا طارئا لبحث انتشار مرض جدري القردة. انطلقت في العاصمة البريطانية لندن قمة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ECG في الأسواق الناشئة التي تنظمها مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار. أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة المستقبل الاستثمار ياسر ميان دور المملكة المؤثر لأجل مستقبل أفضل للاقتصاد العالمي واستقرار ورخاء للبشرية، مضيفا أن وجود منصة للتداول في الكربون في المملكة دليل على هذا التغيير، كما أن مشاريع نيوم وأمالة والبحر الأحمر تعتمد في طاقتها على مصادر خضراء. تناولت القمة كذلك الاستثمار في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في الأسواق الناشئة بمشاركة نخبة من القادة والرؤساء التنفيذيين العالميين والمستثمرين الدوليين والمفكرين المختصين بالاستدامة. وتم كشف النقاب عن منهجية تصنيف جديدة للاستثمار في الحوكمة البيئية والاجتماعية وكذلك حوكمة الشركات لإثراء الاستثمارات بالمعلومات وتسريع وتيرتها في الاقتصادات الناشئة. فازت المملكة بالإجماع في انتخابات مجلس الإيكاو لتكون ممثلا عن المجموعة العربية أثناء اجتماع الجمعية العامة العادية للمنظمة العربية للطيران المدني 27 التي عقدت في العاصمة المغربية الرباط. تميزت أشغال الدورة 27 للجمعية العامة العادية للمنظمة العربية للطيران المدني بفوز المملكة العربية السعودية وبالإجماع في الانتخابات لتكون ممثلا عن المجموعة العربية في انتخابات مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني إيكاو، وسط إشادة عربية بالنجاح الباهر الذي حققه مؤتمر مستقبل الطيران المنعقد مؤخرا بالرياض. اليوم لدينا في المملكة العربية السعودية استراتيجية وطنية طموحة تسعى لتطوير قطاع الطيران السعودي وجعله في مصاف الدول الطليعة عالميا، حيث نهدف من هذه الاستراتيجية إلى زيادة الوجهات الدولية التي تصلها طائراتنا إلى 250 وجهة عالمية. فوز المملكة اليوم بترشح في اللائحة العربية الفئة الثانية يأتي امتدادا للجهود المبذولة والمدعومة من قبل حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد. لقاء الرباط بحث أيضا العديد من القضايا والتحديات التي تواجه الطيران العربي، مما يتطلب تنسيق مواقف الدول العربية بالمحافل الدولية والترويج لإنجازات ومبادرات القطاع وإجراءاته للوصول إلى نقل جوي آمن سليم ومنتظم في ظل مؤشرات تعافي مجال الطيران من جائحة كورونا. هناك تحديات أخرى والتحديات لا تنتهي. الطيران ممكن للاقتصاد، الطيران ممكن للسياحة، للسفر، للتجارة. هذا الفوز يندرج أيضا في الاستراتيجية الوطنية 2030 والتي ستغير مظاهر النمو والازدهار بالمملكة العربية السعودية. فوز المملكة العربية السعودية يجسد مرة أخرى دور المملكة الوازن على الصعيدين الإقليمي والدولي. نظم وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة بالتعاون مع وفدي البحرين والفلبين حدثا أمميا لمناقشة الإصلاحات لتعزيز تنقل العمالة وحماية حقوق المهاجرين بالتوازي مع منتدى الأمم المتحدة الأول لمراجعة الهجرة الدولية. وسلط المشاركون الضوء على الإصلاحات والإنجازات الحثيثة التي نفذتها المملكة والبحرين بالتعاون مع المنظمات الدولية لحماية حقوق العمالة المهاجرة بشكل يعزز مشاركتهم الفاعلة في اقتصادات دول المقصد.
أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 540 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و512 حالة تعافي جديدة وثلاث وفيات. وقد أشارت الوزارة إلى أن الحالات الحرجة بلغت 80 حالة. من جانب آخر، حددت وزارة الصحة طرقا عديدة لانتقال عدوى الالتهاب الكبدي الفيروسي ب، وأوضحت أنه قد تحدث بين الأم وطفلها وبين الزوجين هذه الحالة، حالة الالتهاب الكبدي. وأكدت الوزارة أن الالتهاب يصيب وظائف الكبد إضافة إلى تسببه في إضرار مرضية أخرى. وأضافت أنه يزداد خطر الإصابة عند الأطفال المولودين لأم مصابة، وكذلك إصابة الزوج أو الزوجة ومرضى غسيل الكلى والممارسين الصحيين ومشاركة الأدوات الصحية مع شخص مصاب. لفتت الوزارة إلى أن أعراض الإصابة تتمثل في فقدان للشهية وألم في البطن وغثيان وقيء وألم في المفاصل واصفرار في العين. أوضحت وزارة الصحة أن الأعراض تسبب تليف للكبد والتهاب مزمن وسرطان الكبد والوفاة. يمكن الوقاية من هذه الإصابة عن طريق أخذ التطعيمات للوقاية من خطر العدوى. إلى ذلك، أكدت وزارة الصحة أن الغبار يؤثر على جودة الهواء، ما قد يسبب أمراضا في الرئة وأعراضا مثل السعال ورشح الأنف أو حكة فيه. ولفتت الوزارة إلى أن أكثر الفئات عرضة للتأثر بالغبار هم الأطفال والرضع وكبار السن والأشخاص الذين لديهم أمراض تنفسية كالربو. وحول تأثير الغبار والعوالق الترابية على الصحة التنفسية، انضم إلينا استشاري ورئيس قسم الأمراض الصدرية في مستشفى الملك فهد في جدة الدكتور سعيد البقومي. أهلا بك دكتور سعيد. يعني تشهد المنطقة والمملكة مواسم غبارية كثيرة هذه الأيام، وموعودون بيوم الأحد بموجة أخرى من الغبار. مدى خطورة هذه الموجات مع هذا التحذير من وزارة الصحة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أستاذ ضافر، حياك الله أنت ولقوا المشاهدين، ونتمنى السلامة للجميع. نعم، كما ذكرتم أستاذ ضافر في التقرير، تشهد المملكة هذه الأيام موجات غبار شديدة صراحة، خصوصا في المناطق الوسطى والمناطق الشمالية. موجات الغبار هذه أثرت على جودة الهواء الذي يتنفسه المجتمع، أدت إلى العديد من الأمراض، سواء الناس الأصحاء الغير مصابين بأمراض الجهاز التنفسي أو حتى المرضى الذين هم أكثر عرضة والمصابين بأنواع من الأمراض الصدرية والتحسسية. لذلك وزارة الصحة حذرت، وكذلك الأطباء وذوي الاختصاص حذروا الجميع حتى الأصحاء أن يأخذوا حرصهم عند الخروج من المنزل، ألا يكون الخروج إلا
حسب الحاجة، وإذا اضطر الشخص للخروج في هذه الأجواء أن يأخذ احتياطات اللازمة من لبس الكمام أو يضع واقي على فمه لكي لا يتنفس الغبار. وكذلك المرضى الذين هم أكثر عرضة هم كبار السن، الرضع، المصابين بأمراض الجهاز التنفسي المزمن والحساسية، يجب عليهم كذلك الاحتياط وأخذ الحذر، لأن كما ذكرتم موجات الغبار التي تشهد المملكة هذه الأيام من أشد صراحة موجات الغبار التي مرت على المنطقة. طيب كيف يستطيع أو تستطيع العائلة التحوط من هذه المسببات من أمراض الغبار، إذا ما علمنا أن الغبار يعني أصبح ضرورة لا بد منها في هذا الموسم يجتاح ليس فقط المناطق الخارجية حتى البيوت، كيف تحمي الأطفال كبار السن أيضا بقية المواطنين؟ نعم، كما ذكرنا سابقا عدم الخروج إلا للحاجة، اختيار الأوقات التي يكون فيها مستوى الغبار أقل كفترات الليل مثلا، قد يكون الغبار أقل من فترات النهار. عند التواجد في المنزل أتأكد من أن المنزل لا يوجد فيه منافذ لدخول الغبار إلى داخل المنزل، قد تساعد استخدام أجهزة تصفية الهواء كذلك. الذين يعانون من أمراض مزمنة ربوة يجب عليهم خلال هذه الفترة حتى وإن لم يكن لديهم أعراض أو نوبات الربو أن يستمروا في استخدام أدويتهم الموصوفة لهم من مضخخات موسعة للشعب الهوائية ومكافحة لتأثير الغبار على الشعب الهوائية. طيب دكتور سعيد، ما هي الأمراض يعني الفعلية التي تصاحب هذا الغبار؟ نعم، الغبار كما ذكرنا حتى الناس الأصحاء عندما يتعرضوا لهذه الموجات من الغبار يؤدي ذلك إلى تحسس والتهاب الشعب الهوائية، مما يؤدي إلى كحة وبلغم، قد يجتمع مع ذلك وجود غبار إذا كان الشخص مناعته قليلة أو لديه مرض مزمن أو تحسس، قد لا قدر الله ينزل مستوى الأكسجين لديه وقد يذهب إلى المستشفى ويتم له تنويم. أخيرا، هل هناك من استخدامات يمكن لمن في المنزل استعمالها إسعافيا قبل التوجه إلى المستشفى أو إحضار بعض الأدوية؟ بالنسبة للناس الأصحاء أخذ الحذر فقط وتغطية الفم والأنف عند التنفس سواء باستخدام الكمامات الصحية أو الواقيات أو أي نوع من الواقيات. بالنسبة للأشخاص الذين لديهم أمراض مزمنة ومسبقا يستخدمون الأدوية وموسعات الشعب الهوائية فيجب عليهم استخدامها من الآن من قبل دخول موجات الغبار، حتى وإن لم يكن لديهم أعراض شديدة هذه الأيام يجب عليهم استخدامها كدواء وقائي لكي لا تتفاقم الأعراض لديهم. يستخدموا موسعات الشعب الهوائية، البخاخات أو حتى البخار، أجهزة البخار الدوائية التي لديهم في المنزل، والاستمرار عليها حتى تذهب هذه الموجة. نعم، استشاري ورئيس قسم الأمراض الصدرية في مستشفى الملك فهد في جدة دكتور سعد البقومي، أبو سعيد البقومي، شكرا جزيلا لك. أعلنت منظمة الصحة العالمية عقد اجتماع طارئ لبحث انتشار مرض جذري القردة بعد انتشاره في عدة دول أوروبية. أصدرت السلطات الصحية في بريطانيا تحذيرا من بعض الأعراض التي قد تعني الإصابة بجذري القرود وتحديدا الطفح الجلدي غير المعتاد. يأتي ذلك على خلفية رصد إصابات بجذري القرود في عدد من الدول منذ مطلع مايو الجاري، منها بريطانيا وإسبانيا وبلجيكا وفرنسا والسويد وإيطاليا والبرتغال وكذلك أستراليا وكندا. ولازلنا في الأخبار الصحية والطبية، فقدان البصر مشكلة يواجهها الكثير من الأشخاص حول العالم، يفعلون جميع الحلول لعلاج أنفسهم، حيث أظهرت دراسة أمريكية إمكانية وجود حل لفقدان البصر عن طريق زراعة للعين للمصابين. ضعف وفقدان البصر خطر يعاني منه الكثير من الأشخاص في العالم، حيث بلغت نسبة الإصابة بفقدان البصر في المملكة 3.9% لمن تجاوزوا 50 عاما، ويعاني عالميا ما لا يقل عن 2 مليار شخص من الإصابة بضعف البصر أو العمى، منهم 1 مليار شخص على الأقل ممن يعانون من ضعفه الذي كان يمكن تلافيه أو لم يعالج بعد بحسب إحصائية اللجنة الوطنية لمكافحة العمى
ومنظمة الصحة العالمية. وفي ظل التقدم الكبير في العلوم الطبية بمجال العيون، استطاع علماء أمريكيون بدراسة جديدة لإعادة نشاط خلايا ميتة لعين بشرية، حيث أوضحت النتائج أن شبكية العين بعد الوفاة يمكن أن ترسل إشارات كهربائية محددة تعرف باسم الموجات البائية بعد تحفيزها بالضوء، وتعتبر هذه المرة الأولى التي تستجيب فيها عيون المتبرعين البشر المتوفين للضوء بهذه الطريقة، حيث توفر الدراسة بصيصة من الأمل لعمليات زرع العين مستقبلا لمساعدة من فقدوا الرؤية. أعلن الفريق التنفيذي لسباق الإعلام ميدياثون عن تمديد فترة استقبال المشاركات والمشروعات النوعية إلى 27 من مايو من هذا العام، تلبية لطلب العديد من الراغبين في الانضمام للمنافسة من الأفراد والجهات. وقد بلغت أعداد الفرق المسجلة في البوابة الإلكترونية لسباق الإعلام ميدياثون إلى نحو 600 فريق، وقد بلغ أعداد الزوار حوالي 1,500,000 زائر. تمثل خطوة فترة استقبال المشاركات تمثل فرصة يقدمها السباق لمن لم يسعفهم الوقت لتقديم مشاركاتهم خلال الفترة الماضية. ويعد سباق الإعلام ميدياثون أحد المشاريع لمركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام، والذي ينفذه بالتعاون مع مجموعة إستيسي، وهو مشروع يتسابق الإعلاميون والمهتمون من خلاله لابتكار مبادرات ومشروعات نوعية تسهم في تقديم حلول إبداعية للتحديات الإعلامية. أعلنت الهيئة العامة للعقار عن ضبطها 2,289 إعلانا عقاريا مخالفا الشهر الماضي في متابعتها ضوابط الإعلانات العقارية وضمان حفظ الحقوق. كانت الهيئة قد أعلنت عن ضوابط لرفع مستوى شفافية القطاع العقاري، وأهمها أن يكون المعلن سعودي الجنسية أو شخصية اعتبارية مرخصة لمزاولة النشاط في المملكة، وأن يكون المعلن مالكا للعقار أو مفوضا، وتوفر منصة عقاري إلكترونية خدمات التسجيل وإصدار التراخيص والتفاويض للمنشآت والمنصات الإلكترونية العقارية والأفراد الراغبين بمزاولة الأنشطة العقارية، وكذلك تسجيل المعلنين العقاريين وتقديم البلاغات ومتابعتها. إلى جدة، حيث مستجدات موسم جدة 2022 أطلقت فعاليات قرية الأنمي العالمية اليابانية الشهيرة في منطقة سيتي ووك. وقد شهدت هذه الفعاليات افتتاح الأنمي اليابانية التي تستمر 3 أيام طوال مسيرة استعراضية للأزياء التنكرية شارك فيها 50 عارضا، بالإضافة إلى عروض موسيقية للأنمي والعديد من الفعاليات اليابانية المشوقة. إلى ذلك، جذبت منطقة جدة ويفز إحدى مناطق الفعاليات البحرية المميزة لهذا الموسم عشاق الفعاليات البحرية والرياضات المشوقة بالعديد من الأنشطة المميزة لمرتادي البحر والباحثين عن الأجواء البحرية الفريدة وتجربة المغامرات المائية المتنوعة، مستقطبة الزوار من داخل جدة وخارجها. وتطرح جدة ويفز تجربة القوارب وخوض رحلة ممتعة وسط البحر وممارسة الرياضات المختلفة التي تستهوي الكثير من الزوار والسياح، كما توفر تجربة ركوب الجتسكي والتجديف بالوقوف وزورق الصيد هوبي مجهز بأحدث التقنيات ورياضة الفلاي بوردينج الطائرة بارتفاع 30 مترا. أهلا بكم. أوضح المتحدث الرسمي في الهيئة العامة للإحصاء محمد دخيني أن نظام تعداد السكان العام ألزم في مادته الرابعة على المشاركة في التعداد والإجابة على الأسئلة التي يوجهها المسؤولون في التعداد. أضاف أن نظام الإحصاءات العامة للدول أجاز للهيئة تطبيق غرامات مالية على كل من عطل عمدا إعمال التعداد أو امتنع عن إعطاء البيانات المطلوبة أو أعطى بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك، مبينا تمكين المواطنين والمقيمين من المشاركة في التعداد بإطلاق خيار العد الذاتي الإلكتروني الذي يتيح للجميع تعبئة استمارة التعداد الإلكتروني عبر الهواتف الذكية دون الحاجة إلى زيارة الباحث الميداني، والتي ستنتهي يوم الأربعاء المقبل. يطلق معهد مسك للفنون التابع لمؤسسة محمد بن سلمان مسك إصدارين جديدين من سلسلة مكتبة الفن لتسلط الضوء على أعمال مختارة من الحياة المهنية للفنان السعودي فهد الحجلان والفنانة المغربية أمينة أكزنائية.
يأتي معرض أعمال الفنان فهد الحجيلان والفنانة أمينة أكزناي المقام في صالة الأمير فيصل بن فهد للفنون احتفاء بإطلاق معهد مسك للفنون التابع لمؤسسة محمد بن سلمان مسك إصدارين جديدين من سلسلة مكتبة الفن لتسلط الضوء على أعمال الفنانين. ويحمل كتاب الفنان الحجيلان بين طياته مجموعة من اللوحات التي تجسد أسلوبه المجازي والتجريدي، كما يعبر كتاب الفنانة المغربية أمينة بين ثنايا أعمالها الفنية التي تجمع بين تقنيات البناء الحديثة والنسيج التقليدي. هذا المعرض يخص مهنتي، ومؤسسة مسك سمحت لي وأتاحت الفرصة لأعرض عملي المتمثل بالنسيج أو الغزل، وهذا حقا مهم. اليوم إطلاق الإصدار الخامس والسادس لسلسلة مكتبة الفن. سلسلة مكتبة الفن هي عبارة عن مجموعة من الكتب الفنية تركز على توثيق الفنانين السعوديين والعرب. احتفى العالم اليوم بيوم القياس الذي يهدف لتذكير العالم بأهمية ممارسة القياسات. يأتي في الوقت الذي أطلقت فيه هيئة المواصفات والمقاييس أول شهادة معايرة رقمية في المملكة، والتي تعد الأولى على المستوى العربي. يحتفي العالم اليوم الموافق للعشرين من مايو لكل عام باليوم العالمي للقياس، ويضم هذا اليوم العالمي عدة فعاليات تهدف لتذكير العالم بأهمية ممارسة القياسات والتعامل معها بطريقة صحيحة واحترافية تحمي سلامة المستخدمين وسلامة أجهزتهم وصحة نتائج قياساتهم، ليتم اتخاذ قرارات صائبة نحو تحسين الأداء ومنع المخاطر عليهم. كما نظمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الملتقى الدولي للقياس تحت شعار القياس في العصر الرقمي، تزامنا مع هذا اليوم الدولي للقياس والذي شهد إطلاق أول شهادة معايرة رقمية في المملكة، هي الأولى على المستوى العربي في هذا الإطار. الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مرت بتحولات صراحة متسارعة في التحول الرقمي في تبني التقنية. اليوم صنفت الهيئة ضمن أفضل الجهات الحكومية في تقديم الخدمات الرقم بين 176 جهة حكومية وفق التقرير الصادر من هيئة الحكومة الرقمية. في فرصة كبيرة لتبني التقنيات الناشئة، وهذا اللي ندعمه اليوم في منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات، لتبني الذكاء الاصطناعي في عمليات القياس، وبرضو التقنية مثل البلوكتشين في عمليات التصديق الرقمي. يعد الملتقى الدولي للقياس فرصة للمهتمين والمختصين بمجال المترولوجيا للتعرف على التطبيقات الحديثة في أنشطة القياس والمعايير ومعرفة الاحتياجات والتحديات التي تواجه قطاع القياس والمعايرة في المملكة. وكان في نشرتنا: قمة مستقبل الاستثمار تؤكد الدور المؤثر للمملكة في مستقبل أفضل للاقتصاد العالمي. والمملكة تفوز بالإجماع لتمثيل المجموعة العربية في مجلس منظمة الإيكاو. وزارة الصحة تحذر من أمراض رئوية ناتجة عن موجات الغبار. أيضا كان في نشرتنا: الصحة العالمية تعقد اجتماعاً طارئاً لبحث انتشار مرض جدري القردة بعد تفشيه في دول عدة أوروبية. ابقوا دائماً في سلام وأمان وعافية. نلتقيكم عند 12:30 من هذه الليلة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.